على إثر إعادة انتخابه بغالبية مطلقة، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التهاني من قبل رئيس جمهورية موزمبيق السيد فيليب نيوسي، معتبرا أن إعادة انتخاب السيد الرئيس تعكس الثقة التي يوليها له الشعب الجزائري بعد الإنجازات التي حققها في المجالين السياسي والاجتماعي في ظل قيادته الحكيمة، معربا عن استعداده لمواصلة العمل من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتضامن والتعاون الممتازة بين البلدين والشعبين.